وفي هذا الصدد بغيت غير نأكد بأن ماشي غير المغرب اللي دار 6 سنوات، ألمانيا 6 سنوات، إيطاليا 6 سنوات، إسبانيا 6 سنوات، إيرلندا 5 سنوات، أمريكا 4 سنوات زائد 4 سنوات بالنسبة للاختصاص. بغيت غير نأكد على هذه النقطة، اللي عندهم 7 سنوات هي فرنسا وبعض الدول الفرنكوفونية. توسيع نطاق التدريب اللي تشمل المراكز الاستشفائية اللي ولات اليوم لي جيستي الجهوية والإقليمية، وكذلك الانفتاح على المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية بالنسبة للتدريب. الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري من خلال تخصيص مناصب مالية كثيرة هذا العام، هذا 536 منصب مالي، باش نعطيكم غير نبدا، حيث تصل نسبة التأطير البيداغوجي 16 طالب لكل أستاذ، واليوم غادي تولي 13 طالب لكل أستاذ بالنسبة لكلية الطب وكلية طب الأسنان. تنعطي هذا الرقم باش نذكر وباش نقارنوا مع كليات الحقوق اللي تكلمنا عليها قبيلة، وكليات العلوم وجميع الكليات الأخرى. كليات الطب 16 و13 طالب لكل أستاذ. تخصيص ميزانية لفائدة الجامعات العمومية لإحداث مراكز المحاكاة سيمولاسيون والتيليميديسين، قصد تمكين الطلبة من القيام بالتداريب الجديدة اللازمة في هذا العصر ديال الرقمنة. إعداد 3 مشاريع مراسيم بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وعبر إشراك فعلي للعمداء ومثل الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة، وضعية المسؤولين المشرفين على التداريب المؤسسات التابعة للمجموعات الصحية الترابية، اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في مهن الصحة، وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، طلبات اللي حطوا التنسيقية ديال الطلبة 50 طلب 50 نقطة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، يعني استجبنا ل 45 نقطة منهم، بقاو 5 النقط اللي عليهم النقاش. وبالخصوص بالنسبة للداخلية، كاين اللي ما باغيش تيقول لك ما نديروش الداخلية، وهذا ما متفقينش عليه كليا. المغرب ديالنا معروف بأطباء ذو كفاءة جودة عالية، وبغينا نبقاو محتفظوا عليها. وفي إطار توطيد التواصل القائم بشان الوضعية التي تعرفها كلية الطب والصيدلة والأسنان، وبدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم عقد مجموع من اللقاءات يعني مع ممثلين من الطلبة والأساتذة الباحثين، وكذلك العمداء ورؤساء الجامعات. وفي هذا الإطار استجبنا الأغلب المطالب اللي غادي نحقوها، واللي كانوا ربما كاين المطالب اللي كانوا مش تحققوا في 2019 واللي غادي نوقفوا عليها باش نحقوها إيجابيا. بالنسبة للنقاط اللي مازالين، هو السلك الثالث اللي إن شاء الله احنا غادي يكون بتوافق مع جميع الكفاءات ومع جميع المتدخلين باش نخرجوا هذا السلك الثالث إن شاء الله في هذه الأشهر المقبلة. وشكرا.